بسم الله الرحمن الرحيم. من فوق هذه الأرض الغالية، من على ضفاف قناة السويس الخالدة، وبجوار أرض سيناء المقدسة، وبثقتي المطلقة في عبقرية هذا الوطن وعظمة هذا الشعب وقدرات الشباب المصري المتحمس، أعلن أنا رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح المؤتمر الوطني الدوري للشباب الإسماعيلية إبريل 2017، وبقوة شبابها وحماسهم ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.